سأتحدث إليك في هذه المرة بلا مجاملة. السيد محمد الصدر ليس ملكا لك وأنت ولده. نعم أنا أعرف ذلك تماما. البعد العلمي في شخصية سيد محمد الصدر ليس ملك لسيد محمد الصدر أو حتى لعائلة الصدر. يا سيدنا كلنا يعرف روايات السيد كاظم الحائري وكلام شيخ النعماني وكلام كثير من الأصدقاء والأخوة والأحباء والأعزاء يقولون بأنه تاريخ الغيبة الصغرى هناك أكثر من مجلد منجز غير هذه المجلدات الأربع اللي أرجو أن يعني الكاميرا أصورهم وشوفهم بشكل واضح. وين بقية الأجزاء؟ الجزء الخامس مخطوط عند سيد الوالد وكامل وعلى أن يكون كاملا. وين الجزء الخامس؟ وإن شاء الله إذا تمكننا من طبعه شيئا فشيئا إن شاء الله يطبع. لا سأكون معك أكثر صراحة إذن إذا نعم. كان أبو كذلك نعم. قلت لي في أثناء الحوار التمهيدي نعم. أو في إحدى الاستراحات أو في إحدى المحطات نعم. بأن الأصول قد ضاعت. أن الموسوعة أصول الجزء الخامس. لا الموسوعة الجزء الخامس مو ضاعت. يعني هو الجزء الخامس هو أنا أقول اختفى يعني السرق ضاع ماذا حل؟ لا مو سرق أو ضاع وإنما سيأتي وقت مناسب لطبعه. هو خصوصا بالجزء يحتاج إلى وقت مناسب لطبعه لا أكثر ولا أقل. سيدنا رجاء لك موجود؟ إن شاء الله موجود. متى سيطبع؟ عما قريب لكن بعد كتب أخرى تطبع إن شاء الله. أنا اسمح لي إذن بهذه الجرعة نعم. وبهذا يعني أتحدث أنا باسم الثقافة وباسم العلم نعم. ولا علاقة لي نعم. بأي شيء آخر نعم. يعني هل أنت قيم على تراث سيد محمد الصدر حتى أنك تمنع طبع الجزء الخامس؟ لا أنا ما مانع إليك بصراحة. ما مانع بس أنا لماذا لم يطبع وقد مضى على استشهادي أكثر من 15 سنة؟ أريد إلى التوقيت المناسب حيث أن السيد الوالد قال أن الموسوعة لا تمثل فكري الآن وإنما تمثل فكري في حينها. إذا كان هذا سهل نقض هذا الاحتجاج يا سيدنا. هذا أنا أنقض هذا الاحتجاج من كلام السيد الشهيد نفسه نعم. هنا كذلك يقول كان يمثل حالة الثقافية وأنا أكون في سن 12 نعم. سنة وعشر سنوات نعم. وما بعد ذلك نعم. ولكنه على أي حال يقول ليس لدي ما أخفي على الناس. هو يقول أعطاني إياه أطبعه. نعم أعطاني أطبعه منع طبعة الجزء الخامس. لا ما منع بس أعتبر هذا إذن في حياته موجود. هذا ماكو إذن فأجد الوقت المناسب لطباعته. يا سيدنا الأشياء تعمل على إباحة على صوت إباحة ولا على أنا ما عندي تحريم لا أصل احتياط عندي. أنا رجائي إليك حقيقة رجائي إليك بأنه يصار إلى طبع المجلد الخامس إن شاء الله. أسألك الدعاء لأن نوفق هذا شرف أنه في الدنيا. شو هي المشكلة يا سيدنا؟ التتالي في طبع الكتب هو مو دفعة واحدة موجودة هناك. أنا فتحت مؤسستين في مؤسسة داخل العراق وخارج العراق تعني بتراث الشهيدين الصدرين أصلا مو شهيد الصدر الواحد جاي. بل آل الصدر. حتى كلفت قبل فترة أنه شكوا كتاب في لآل الصدر في الأسواق أنتوا اسحبوه حتى يكون منطلق إلى بذرة المشروع لمكتبة جاي. في هذه الموسوعة موسوعة الإمام مهدي سلام الله عليه هل هناك أجزاء أخرى غير الجزء الخامس كتبت أو جزء؟ لا فقط خمسة أجزاء أربعة طبعات واحد مو مطبوع يعني بس أكو بعض مخطوطات لتقارير كتب بعض كتيبات صغيرة موجودة مثلا يحضرني مثلا اللمعة في شرح صلاة الجمعة لطيف كتيب صغير سيد كاتبه عندما كان يحضر درس السيد إسماعيل الصدر عن مبحث صلاة الجمعة لطيف وهكذا مثلا أكو كتيبات صغيرة إن شاء الله تطبع شيئا فشيئا بس كن الوقت يسمح لنا والظروف تسمح لنا عقلت القضل على الصدر وأتباع على الصدر ما أخذيهم الناس حواله عقلت السيد الوالد كان يقول أن على الصدر لا يحملون على الصحة نهائيا فخل الناس تحملنا على الصحة وخل تطينا فرصة لطباعة مثل هذه الكتب وخل الناس تنفعل مع على الصدر ومنهجهم العلمي وإحنا إن شاء الله ما نقصر معهم. الآن يا سيدنا يا سمحت سيدي الآن تاريخ الغيبة الصغرى والكبرى هذه الموسوعة طبعات طبعا أنا لا أحصي ذلك من المرات حقيقة لكنه يعني بحسب متابعاتي مرات عديدة طبعات هذه مع أنها موسوعة كبيرة فقط أنا أوه لك أنه إحنا هم كأنما تكون طباعة الكتب بمركزية مكتب السيد الشهيد أولى من أن تنطبع من كل من هب لا يا صاير كل من هب ودب أكثر رسالة عملية سايم بها أخطاء تنحمل رسالة عملية تغير فتوى حبيبي صحيح لزمها الفلاني الجهة الفلانية المطبعة الفلانية الشخص الفلاني وطبعها هذا مو صحيح يا سيدنا لكم لا تعملون بسرعة كان إجا قال لي أريد أطبعها وأنا أقول له أطبعها أصحح لي إياها بعض المطابع حاجة نسوي بها وخصوصا المطبعة اللي بلبنان الأضواء جزلنا كتاب كتابين صلحنا لها ودزينا لها وطبعه
وبالعافية على قولتي يكون، بس تطبعها من غير بابها شوية صعب. نعم. وتطلع بها أخطاء عن بعد مصيبة أخرى. يعني سمعت أيضا في أي مؤسسة تريد تطبع كتاب خلت تجيب لي إياه بصورة أو بأخرى توصل لي أنا أجيز طبعه ماكو شيء. يعني كذلك سمعت بعض السادة الزملاء الكرام والعلماء الإعلام سمعت بأن هناك غير مجلد للسيد الشهيد حول القرآن الكريم مثل منار كأن هناك مجلد مخطوط. نعم صحيح. يعني جاي ينظد ويكتب. نعم. بس صعب لأنه بيبقى تهميشات وكتابة ناعمة وكذا مو تصور فد أمر سهل يحتاج إلى مؤسسة تقوم به مو شخص واحد يقوم به. سيد دعنا نتحدث إليك.